بهذا الوشاح تهرب اتحاد من حر الصيف، حر لا مفر منه في أيام رمضان. فالزراعة لهذه الجدة مهنة متوارثة تؤمن لقمة عيش أبنائها وأحفادها. بلشت في مهنة زراعة الأرض منذ طفولتي تقريباً. عندي 6 أفراد غير زوجي، 3 أولاد 3 بنات. البنات زوجتهن الحمد لله، علمتهن وزوجتهن، فعندي 10 أحفاد. مساحات واسعة تحرثها بالجرار الذي يعينها على بذر الأرض وزراعتها بجهد ووقت أقل، هي بحاجتهما في فصل الصيف وشهر رمضان. أنا عند أهلي وأنا بنت، وظلتني أسوق التراكتور بعد ما تزوجت. يعني بزرع تقريباً 26-27 درم أرض، وعلى مدار السنة شهر رمضان الحمد لله رب العالمين. أول شيء ربنا بيعيني، بشتغل للساعة 10 وبذهب للبيت، بشتغل شغل بيتي بقى، أعمل الأكل وبظني ليلة بعد الإفطار، بنفطر بعد الإفطار بساعة بنرجع على الأرض ساعات الليل. تدابير اتخذتها لتواصل هذه المزارعة الإنتاج والعطاء دون أن تتوقف يوماً عن الحلم بتطوير مهنتها بالآلات الحديثة. أحلامي إني يعطوني تراكتور أكبر من هذا التراكتور، لأن هذا بقومش بجميع الأعمال الزراعية، وأنا طبيعة عملي إني بقدم مساعدات كثيرة لأمهات مثلاً بحاجة إلى عمل في بيوتهم. أمنيات صغيرة هي كبيرة للاتحاد، لم تقعد عن تحقيقها بالعمل منذ سنوات، والسر روح عشرينية تحمل جسدها الخمسينية. بالفأس والجرار ومنذ ساعات الصباح الباكر تفلح هذه الجدة أرضها قبيل ساعات الظهيرة هرباً من حر الصيف، وبتدابير فلاحة صادقت تراب الأرض لتخرج كنوزها، تستعين اتحاد لقضاء أيام الشهر الفضيل. من أريحة أنسام سلمان لليوم على الحرة.